عدد من أعضاء الحكومة يؤدون زيارات لبعض المرافق التابعة لقطاعاتهم ويحثون على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمة للمواطن بشكل أفضل. بلادنا ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو توقعان اتفاقية لوضع مخطط توجيهي للإصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى للنهر. أكثر من 100 شهيد بمجزرة وسط مدينة غزة، وكتائب القسام تنشر مشاهد لكمائن أوقعت المزيد من الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. نشرة الأخبار من موريتانيا، أهلا بكم. أدى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي صباح أمس زيارة تفقد للمصالح الإدارية التابعة للقطاع، حيث حث الموظفين على التحلي بروح الفريق للنهوض بالعمل الموكل إليهم واحترام وقت الدوام. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي يؤدي زيارة تفقدية للإدارات المركزية والمصالح الإدارية التابعة لها للتعرف عليها والاطلاع على المهام التي تقوم بها، وحث القائمين خلال الزيارة على المواظبة واحترام وقت الدوام الرسمي، وأكد ضرورة اتباع التعليمات السامية المتعلقة بمحاربة الفساد والقضاء عليه كليا، كما أنه يجب العمل على تطوير القطاع في إطار الاتصال والتشاور مع المصالح التابعة للقطاع. قمنا اليوم بزيارة الإدارات المركزية وفي كل إدارة استمعنا إلى التعريف بالإدارة والمهام الموكلة إليها، وبعد ذلك قمنا بتبادل الأطراف الحديث حول المسؤولين على هذه الإدارات، حول تطوير والرفع من مستوى القطاع بالمأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ غزواني، وبتوجيهات من معالي الوزير الأول المختار واللنجاي. وبعد ذلك وصلنا لهم التعليمات التي كلفنا بها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تتمحور أساسا حول العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بأوقات العمل وبالزي الرسمي ومحاربة الفساد الإداري والمالي. وشدد الوزير في اجتماع بديوانه على ضرورة التقيد بالتعليمات الموصى بها في إطار الإصلاح الشامل والقضاء على كل المظاهر التي من شأنها أن تخل بالعمل، ونبه إلى ضرورة الوقوف في وجه المفسدين. وسيعمل القطاع خلال الفترة القادمة على خلق ديناميكية في مصالحه للرفع من مستوى أدائها سبيلا إلى تأدية المهام المنوطة بها. عقد وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم والبدة صباح أمس اجتماعا موسعا مع طواقم القطاع من مكلفين بمهام ومستشارين ومديرين مركزين ومدير مؤسسات. وأعرب الوزير في بداية اللقاء عن ارتياحه لما تم إنجازه من مشاريع وبرامج في القطاع خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى الاستمرار بنفس الوتيرة وبذل أقصى الجهد لتقديم خدمات ملموسة للمواطن الذي هو الغاية والهدف. وأكد الوزير ضرورة وضع خطة عمل مدروسة وعملية واحترام الآجال في تخطيط وتنفيذ المشاريع، وشدد على إلزامية العمل ضمن الفريق الواحد داخل القطاع، مؤكدا أن بابه مفتوح للجميع ويصغي لكل المقترحات والحلول التي من شأنها الرفع من أداء ونجاعة قطاع التحول الرقمي وعصرنة الإدارة. وقعت بلادنا ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو أمس اتفاقية لوضع مخطط توجيهي للإصلاحات الهيدرو الزراعية على مستوى الضفة اليمنى للنهر. ترمي هذه الاتفاقية بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو البالغ إغلافها 450 ألف دولار أمريكي، ترمي إلى تزويد الشركة الوطنية للتنمية الريفية الصنادير بمخطط توجيهي للاستثمارات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال. وزير الزراعة والسيادة الغذائية ألقى كلمة أشاد فيها بهذا الدعم الفني، مبرزا أن بلادنا تزخر بمقدرات زراعية مهمة. تزخر بلادنا بفضل الله بثروات طبيعية هائلة
إذ نمتلك موارد مائية وأراضي زراعية شاسعة من ضمنها 137 ألف هكتار على ضفاف نهر السنقة، هذا فضلا عن مناطق مناخية متنوعة ونظم زراعية مختلفة، ويتطلب الاستقلال الأمثل لهذه الموارد وأطعام خط توجيهي شامل للإصلاحات الزراعية. ويأتي هذا التوجه استجابة للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، والتي جعلت من السيادة القيادية هدفا لا مناص من تحقيقه، وهو ما ستعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار اللنجال على تجديده على أرض الواقع. سيمكن برنامج التعاون الفني بين وزارة الزراعة والسيادة القيادية ممثلة في الشركة الوطنية للتنمية الريفية صنادار ومنظمة الفاو، والذي نشرف اليوم على توقيعه، من حسن جهود 20 خبيرا وطنيا ودوليا بهدف وضع مخطط توجيهي لاستصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة، وذلك من خلال المراحل التالية: إنشاء قاعدة بيانات تشمل المعطيات المتعلقة بالتربة والمياه والمناخ والأنماط الزراعية والاستصلاحات، صياغة نظام معلوماتي مندمج سيمكن من تقييم الممارسات الزراعية واستشراف المحاضر والتحديات التي تواجه الاستصلاحات المستديمة، تعزيز قدرات مختلف الفاعلين لخلق ديناميكية جديدة في متابعة استغلال المواد الطبيعية والزراعية. من جانبه ممثل منظمة الأمم المتحدة للأرضية والزراعة الفاو ألكسندر حيين في بلادنا بيّن أن تحديث المخطط الرئيسي للاستصلاحات الهيدروزراعية ووضع مخطط استثمار يعدان محطة هامة للتجاوب مع التحديات الراهنة، مضيفا أن الهدف من هذه المبادرات هو ترشيد استخدام المياه وتقوية الصمود اتجاه التغيرات المناخية وضمان ديمومة الاستثمارات المجهزة في المنطقة، منبها إلى أن الشركة الوطنية للتنمية الريفية صنادير نظرا لتجربتها والتزامها تلعب دورا محوريا في تنفيذ بنود الاتفاقية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع. أدى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان أمس زيارة تفقد واطلاع لبعض المؤسسات التابعة لقطاعه، شملت كل من الوكالة الموريتانية للأنباء والمطبعة الوطنية. من مباني الوكالة الموريتانية للأنباء استهل وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان زيارته التفقدية للقطاعات التابعة للوزارة، حيث بدأت الزيارة بتقديم ورقة تعريفية من قبل مدير الوكالة مختار جاملل، بيّن فيها أهم الخدمات التي قدمتها الوكالة مبرزاً عدد القطاعات وأهم الشركاء الدوليين، وعرج المدير على الآفاق والتحديات. وخلال الزيارة تجول الوزير داخل مبنى الوكالة وتفقد قطاع الأخبار واستمع لشروح مفصلة عن القطاع ومهامه من قبل مديره، مرورا بقطاع الشعب الذي أكد مديره ضرورة حل مشكل المتعاونين. كما شملت الزيارة مقر أرشيف الوكالة ومشاهدة ما يحتويه من صور قديمة ما تزال عالقة في الذاكرة. واختتمت الزيارة بنقطة صحفية استعرض فيها العمال المشكلات المطروحة لهم مطالبين بحلها، ورد الوزير واعدا إياهم بحلها مؤكدا وجود إرادة حقيقية لذلك. أما المحطة الثانية فكانت المطبعة الوطنية، حيث تجول الوزير فيها مطلعا على ما تحتويه من ماكينات للطباعة والسحب، وشرح مدير المطبعة الناجي الصبار كيفية استعمال هذه الماكينات وقدرتها على تلبية حاجة السوق من الورق للجرائد والوثائق. كما اطلع الوزير على مخزن الأوراق وما يحتويه من كميات كبيرة من الورق. وتم على هامش الزيارة عقد اجتماع قدم فيه مدير المطبعة جملة من المطالب كضرورة حلحلة المشكل المالي، مطالبا باكتتاب عاجل لبعض العمال لما يعانونه من نقص في اليد العاملة، مستعرضا بذلك أهم المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية. زيارة ميدانية تدخل في إطار خطة العمل الجديدة التي تعمل وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان على تنفيذها بغية تحقيق إصلاحات نوعية في القطاع والمؤسسات التابعة له. عقدت وزيرة الطفولة والأسرة صافية بنت التها صباح أمس اجتماعا مع مسؤولي الوزارة، ضم ديوان الوزير
بل الوزيرة والمديرين المركزيين. وخلال الاجتماع حثت الوزيرة العمال على مضاعفة الجهود والعمل على خدمة المواطنين تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال، وطالبت بتحديد العراقيل ذات الأولوية والعمل على حلها بشكل سريع ومواصلة خطة العمل بديناميكية أكبر وأسرع. أكدت الوزيرة أنه لا تسامح في المرحلة الجديدة مع الفساد والمفسدين، كما طالبت بالتقيد التام بهذه التوصيات وتنفيذها على أكمل وجه، داعية إلى احترام توقيت الدوام الرسمي. أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية بل والترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو الآتي. والآن نفتح نافذتنا على الأنباء الدولية، لكن بعد الفاصل. نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مسلحين بقصفه مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة فجر اليوم، الذي خلف أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد بثت مشاهد لكمين عدته لقوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو ثمانية أشهر في منطقة مسجد البراء في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وأظهرت المشاهد أن مقاتلي الحركة انتظروا ثمانية أشهر لتنفيذ كمين البراء المركب، كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها في حي تل السلطان غرب رفح استهدفوا مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية من 9 جنود، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ورصد هبوط مروحيات للإجلاء. ختام نشرة الواحدة قدمنا لك من الموريتانيا هذه أبرز العناوين. عدد من أعضاء الحكومة يؤدون زيارات لبعض المرافق التابعة لقطاعاتهم، ويحثون على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمة للمواطن بشكل أفضل. بلادنا ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو توقعان اتفاقية لوضع مخطط توجيهي للإصلاحات الهيدروزراعية على مستوى الضفة اليمنى للنهر. أكثر من 100 شهيد بمجزرة وسط مدينة غزة، وكتائب القسام تنشر مشاهد لكمائن أوقعت المزيد من الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. نلقاكم على تمام الساعة 4 بإذن الله، إلى اللقاء.